وأكد مدبولي أن الدولة تضع استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك في استخدام السلع. احنا محتاجين كمواطنين ايضا ان احنا ناخد بالنا في الفترة دي، وده دورنا في موضوع ترشيد الاستهلاك. وحدي بس مثل صغير جدا فيما يخص البترول، احنا من بضعة اشهر كان ثمن برميل البترول 60 دولار، مصر بتستورد عشان نبقى عارفين حوالي 100 مليون برميل في السنة. يبقى 100 مليون لما كان ثمنهم ثمن البرميل 60، يبقى كان ده 6 مليار دولار، يعني 500 مليون دولار في الشهر. النهاردة ثمن البرميل كام؟ 120، يعني بقينا مطالبين إن احنا نستورد ب 12 مليار دولار، يعني بقى الشهر بدل ما كان نص مليار بقى مليار. ده ضغط كبير جدا على العملة وعلى الدولة. طب احنا بنتحرك عندنا والخطط بتاعتنا وكل حاجة، لكن لو المواطن النهاردة مع بعض ابتدينا نحاول نرشد استهلاكنا، التحركات اللي أنا يعني ممكن نقول إنها ممكن ما تكونش ضرورية في الانتقال والحركة وكل الكلام ده، بيساعدنا إحنا كدولة أيضاً إن إحنا نرشد الكميات بتاعتنا.